المحطة هذه أن يعني معنا مع ذكريات كثيرة، وكنشوف أن هذا القرار ديال نقل المحطة الطرقية يعني الصراحة قرار تقبلناه حنايا يعني ابناء منطقه مغوغا الحومه تشوك جاني يعني قرار شويه صعيب، حيتاش حنا باش نتنقلوا يعني المحطه الطرقيه جديده، مع العلم اننا يعني كاين الناس اللي ما كيسكنوش يعني في بالضبط هنا في طنجه، يعني في الاعياد وكذا كتجينا صعيبه باش ننتقلوا. عاد الكيران ديالنا حنايا كابن شفشاون او الضواحي ديال شفشاون يعني جاتني شويه صعيبه، الكار ديالنا كيخرج كار واحد في 6 ديال الصباح، وفهمت يعني من الاحسن يعني كان تبقى المحطه هنايا ويتعاود الهيكله ديالها. المحطه الجديده اللي عملوا قريبا مدينه طنجه فعلا، والمهم دابا المحطه هذه اللي عملوا راه كاين بزاف الناس المسائل ديالهم كتقول لك راه البعد، فهمتي القضيه ديال البعد وقضيه ديال المركوب، راه المركوب كاينه ماشي ما كايناش، كاين التاكسيات كيوصلوا اقرب، كاين التاكسي صغير وكاين التاكسي كبير، دابا هذه المشاكل ديالها هي دابا كتجي مضيقه في وسط المدينه طنجه وصافي هادشي اللي كاين. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.